السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد رشمه اللي هي زوينه خفيفه كما كتشوفوا، كنخدموها بالوليدات وبالعريشات. كنخدموا الخنيجر بتدوار المرمى. هاد الرشمه زوينه، كتجي في الصدر ديال الجلابه وفي الكميمات، او كنخدموها في الجناب ديال الفتاحي. كتجي باللوينات كما كتشوفوا، غادي نخدمها بواحد اللوينات اللي هما فاتحين، كيجيو زوينين في الرشمه، كيعطيو خرجوا داك الموف اللي عندنا، كيخرج بواحد التشكيله اللي هي زوينه من الالوان كما كتشوفوا. كنخدموا بتدوار المرمى. وكنشكر بزاف المشاهدين اللي سولوا عليا، اللي التعاليق ديالهم اللي في الكومونتيرات ديالي صيفطوا ليا على الغياب ديالي. انا واحد رمضان شويه ما شجتش شي حاجه باش نلوحها، ولكن كنواعدهم ديما غادي نلوح لهم الجديد ان شاء الله. وبالنسبه لواحد الاخت قالت لي بغيتك تخدمي غير بشويه باش نشوف، كنقول ليها دابا نخصص ليها نهار ديال التعلم تدوار المرمى. انا خدامه غير عادي، ما كنزربش لا فيديو، دابا لا فيديو خدام بلا ما نزربو كما كتشوفوا. ها هما يا الوليدات كيفاش كندير ليهم اللي فات. كنقول لهم اللي كيف ما قلت لهم اللي بغاتني نبدا معاها من الاول تقولها ليا في الكومونتير باش نبدا معاها الدرس ديال التعلم من الاول، حتى هاد الرشمه هي يا للمبتدئات. كنقول لهم راها فيها غير العليفات وخنيجرات، يعني غادي يزعموا باش يصيبوها، كتجي زوينه وكتجي حتى بالوريقات، غير هي قد ما دوروا يديهم في المرمى كتجينا الخدمه زوينه، كتجي متقونه وزوينه. كما كتشوفوا كنخدموا العليفات، دابا غنبدا بالوريقات. هاد الصم كيف ما قلت لكم، هاد الصم هو اللي كنت وريتكم وريتكم اللي خدمت به. هاد الصم برونز كما كنقول لكم، الريفيرونس ديالو هو 3115. فما حطيتي في اي لون كيعطي البرونز ديالو، كيخرج داك اللون ديال الثوب اللي حنايا خدامين به، وكيعطي واحد اللون زوين. كنقول لكم اللي بغات زعما تخدم به راه رائع في الخدمه ديالو. كما كتشوفوا كنقول لكم اللي دخل عندي جديد يتابونا معايا في القناه، وما ينساش يدير ليا لايك باش يوصلوا ديما الجديد. كما كتشوفوا كنديروا الخنجر وكندوروا، كنخدموا خدمه كتكون عندنا دايره. اللي يلا مبتدئه كنقول لها دوري غير بشويه عليك بشويه حتى كتعلمي، ما تزربيش وتقلي يديك شويه في الماكينه، وما تكسيريش على كسيراتور، غير شويه ما تزربيش الماكينه باش تجيك الخدمه متقونه وتشبري الخدمه مزيان، ماشي غير تكسيري وتغلبي تغلبك الخدمه، نكسيري غير بشويه حتى نتعلم ندور المرمى
ولي ديك الساعة ما غاديش يغلبني تدوال المرمى في الخدمة ديالها. كيما كتشوفو كندور كنخدم وانا كندور ايدي في المرمى. كنخدم وكندور ايدي في المرمى. كيما كتشوفوا المبتدئات كنقول لهم بأن دوار المرمى كيبغي تقالف اليدين وايد كنحطوها وايد كندورو بها المرمى. ما كندوش ندورو المرمى في دقة واحدة، ديما ايد نحطوها ايد كندورو بها المرمى. كيما تشوفوا انا بدلت اللون، دابا كندير هاد اللون اللي هو فوشيا، كيجي زوين مع الموف اللي عندي. وهاد اللون الفيشيا اللي خدامه به بغيت نقول لكم راه حتى هو يا ماشي حرير، حتى هو الصم، الصم باللون الفيشيا. هاد الخدمه خدمتها كلها بالصم، ما فيهاش الحرير، كلهم الوانات ديال الصم اللي هما يا بالصم الفيشيا بالموف واحد الغوز. خليكم معايا هانتوما غادي تشوفوا، غادي تشوفوها في الاخر كيفاش غادي تجيكم. هو الموف حتى هو باللون ديال الصم، حتى الوريقات حتى هما كنخدموهم وهما دايرين. ما كتجيناش خدمة عادية، كتجينا خدمة دايرة، كتجي زوينة ومتقونة. كنحاولوا نقادو الالوان، نشوفوا هاد اللون الا حطينا اللون موف لتحت كنحاولوا نحطوه لفوق، كنحاولوا نشتو الالوان باش كتجينا الخدمه كلها مقادين فيها الالوان، ماشي كنشوفوا غير جهه فيها جميع كاع الالوان مجموعين فيها. كنخدموا وحنا كنقادو اللوينات. هانتوما كيما كتشوفوا ها هي الطرزة كيفاش جاتنا.